والسياق ديال اصدار هذا البلاغ اللي كيهم المصحات الخاصه. كنظن بانه هذه الايام هذه معروف علاش صدرناه، وخصوصا في شبكه التواصل الاجتماعي قوات الهضره على هذا الكلام هذا ديال المصحات الخاصه وكذلك المرضى ديال الكوفيد 19. فبالتالي كان ضروري اننا كجمعيه او جامعه كتعني بحمايه المستهلك اننا ناخذ هذا الامر بجديه ونبحثوا فيه، ومن خلال هذا الشيء اللي لاحظناه في المواقع هذه، ومن خلال الشكايات اللي توصلنا بها من عند بعض المستهلكين، لاحظنا بانه المصحات الخاصه البعض منها حاولت انها تستغل هذه الظروف اللي هي ظروف ديال الجائحه ديال الكوفيد، واللي عانى منها المغرب كيف ما عانى منها الدول عامه في العالم كامل، واستغلوا هذه الظروف هذه باش اولا يعطيو واحد الفوتاره او لا واحد الاثمنه اللي هي جد باهظه، ثانيا يلزموا على المستهلك انه يعطي واحد المبالغ قبل من ما يدخل المريض لهذا المستشفى او لهذه المصحه الخاصه، قبل ما ياخذوه ويتكلفوا به، سيتادير لا بريزون شارج. هذا المشكل هذا زيد عليه كذلك حرمان المستهلكين من اعطائهم هذه الفواتير اللي هي حق من حقوق ديال المستهلك، وخلانا كذلك حنايا كمجتمع مدني في هذا الباب هذا اننا نبلغوا لا السلطات المعنيه ولا الراي العام ولا كذلك حتى هذه المصحات الخاصه والمستهلكين كذلك بهذه المعاناه هذه ديال هذ المستهلكين اللي كيستهلكوا هذه الماده هذه او هذه الخدمه هذه. هو الترسانه القانونيه موجوده، القوانين المغربيه وخصوصا كنتكلموا على القوانين ديال حمايه المستهلك في هذا الباب هذا فهي موجوده. المؤسف هو انه رغم ان القوانين عندنا الا ان الاليات لتحريك المساطر هذه القانونيه غير متوفره. فملي كيكون عندي قانون حمايه المستهلك اللي هو في الباب ديالو الاول اللي كيعني اعلام المستهلك، وهذا الباب هذا مهم جدا، لانه ملي كنتكلموا على اعلام المستهلك كان هو كنتكلموا على اي وسيله كيمكن خاصه اللي تعلم بها المستهلك خاصها تكون اجباريه والمورد هو ملزم بها. ثانيا الفاتوره دائما في هذا الباب هذا انه اعطاء او لمد المستهلك بهذا الفاتوره او تذكره الصندوق او ما يعادلها فهي الزاميه. ملي كنتكلموا على العقد كذلك، لانه هذا ملي كنمشيو للمصحه وكندخلوا نديروا واحد لاكت كوميرسيال، هذا لاكت هذا هو راه بمثابه عقد، الا كان مكتوب راه مكتوب، الا كان ما مكتوب شيء راه ما مكتوب شيء، ولكن راه هو بمثابه عقد. اذن بالتالي هادو كلهم بنود قانونيه ملزمه للمورد، ولكن مع الاسف الشديد ما كيديرها شيء. علاش؟ لانه هو كيعتبر نفسه في منأى على تطبيق القانون. ثانيا عندنا مشكل كذلك في وزارة الصحة. وزارة الصحة إلى لاحظتوا وشفتوا بأنه هذاك الأورغانيغرام اللي كتعمل به وزارة الصحة ما كنلقاوش بأنه كاين هناك مديرية مختصة بالمصحات الخاصة أو بالأطباء الخصوصيين.
وهذا في الحقيقة في حد ذاته مشكل، لأنه إلا عندي الإطار القانوني وما عندي شيء كيفاش نطبق هذا الإطار القانوني فما يمكنيش غادي نطبقه. هذا جانب. الجانب الآخر هو أنه لا المندوبين اللي في المدن أو اللي في الأقاليم أو اللي في العالم العمالات ديال المغرب ما عندهم شيء الحق أنهم يقوموا بمراقبة هذه المصحات الخاصة أو الأطباء الخاصين، وهذا كذلك هو مشكل في حد ذاته. فوزارة الصحة أولا من عاد ما شيئا ما أو لا يمكن كاع من عاد ما إلى صح التعبير نقولوا من عاد ما كاع في تطبيق أو ما كايناش هي كاع أصلا في تطبيق القانون، فهذا إشكال. زيد على ذلك كاين عندنا لانام الوكاله الوطنيه لاجونس ناسيونال ديال لاسيورونس مالادي. هذه الوكاله هذه اللي هي منوط بها مراقبه القطاع كله ديال الصحه، فهي كذلك منعد الاثر ديالها منعدم، وحتى تطبيق القانون ما عرفناش واش هي اصلا يمكن لها انها تجبر هذه المؤسسات هذه او لا على تطبيق القانون. ففي الوقت اللي كتخرج كيخرجوا خصوصا هنايا كنتكلموا على جميع المستهلكين اللي عندهم لا ميتويال ولا عندهم لا سي ان اس اس، واللي لانام خرجت لنا واحد لا طاريفيكاسيون الاثمنه محدده من طرفها، واللي هذه الاثمنه هذه كتخص القطاع الخاص وكتخص القطاع العام. ففي القطاع الخاص لاحظنا بان هادشي ما كيطبقش. فعلى اكبر تقدير القطاع خصو في هاد القضيه ديال الكوفيد انه خصو الفوتره ديالو ما كتعداش 33000 درهم و500، في الوقت اللي كنشوفوا اقل ما يمكن انه يدار ولا اقل ما يمكن كيطلبوا هذه المصحات الخاصه فهم كيطلبوا 60000 درهم الى 140000 درهم الى ما غير ذلك. فهنا كيتبين لنا بان عجز الاداره المعنيه على تطبيق القانون، عجز السلطات اللي هي كتسهر على هذا القطاع هذا على تطبيق القانون، وكتخلي المستهلك وكذلك هذا النوع من الموردين او هاد الاطباء او هاد ارباب المصحات الخاصه، لان خصنا ناخذ باعتبار بانهم هما شركات كذلك. المصحه الخاصه راه شركه اللي كتقلب عليه كتقلب على الربح، اذن بالتالي هي من حقها تربح ولكن ماشي من حقها انها تستنزف الجيوب ديال المغاربه والجيوب ديال المواطنين المستهلكين. القطاع العام في الصحة هذه سنين وحنا عارفين بأنه ما كاينش عندنا حنايا سياسة صحية اللي كتخلي المغربي أنه يقول بأنني أنايا من هذا الجانب راني محمي. فصراحة هو كيف ما قلنا قبيلات المشكل مشكل مشكل تطبيق القوانين ومشكل ردع هاد القطاع او هاد المسير هاد القطاع. البعض منهم احنا ما كنعمموش، البعض منهم اللي ما كيطبقش القوانين. فعلاش ما كيطبقش القوانين؟ لانه هاد القطاع الوزاري المعني ما كيقومش بالعمل ديالو. وعلاش ما كيقومش بالعمل ديالو؟ لانه القطاع اللي كيسير هو اصلا قطاع اللي هو عرف خصوصا في هذا الوقت هذا، لانه احنا قلنا بانه ديجا كنعرفوا بانه قطاع الصحه وهذا الشيء راه سنين وحنا كنتكلموا عليه. في هذا الوقت هذا وصل لواحد الامكانيات ديالو وصلت لا ليميت، ما بقاش وصل زعما السقف، ما بقاش يمكن يقدر يزيد اكثر من ذلك. هذا الشيء اللي خلى وزير الصحه انه يفتح الباب ويعطي الضوء الاخضر لهذه المصحات الخاصه. المصحات الخاصه اغتنموا هذه الفرصه هذه باش يستنزفوا هذه جيوب المغاربه في ضعف الامكانيات اللي عند وزاره الصحه او اللي عند المستشفيات العموميه، وفي ضعف الامكانيات الرقابيه. وهنا كيبغي يقولوا لنا هاد الناس اللي في وزاره الصحه سيروا انتوما كمستهلكين مع هاد الموردين دبروا معاهم روسكم. شوف انا كنظن المنح القطاع الخاص
واحد المهام اللي كيقوم بها القطاع العام ماشي 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 شي حاجه اللي غير محموده. فبالحق مزيانه لاننا عندنا توجه ليبرالي، حنايا ما نساوش هذه القضيه، حنا في المغرب عندنا توجه ليبرالي. اذا بالتالي الى غادي منحوا القطاع العام واحد الامكان واحد كومون ديغاج واحد العمل اللي هو اصلا خصو يكون ديال القطاع الخاص، فباش يمكن لنا اننا نحكموا هذا القطاع خاصنا نديروا اليات ديال المراقبه واليات ديال الزجر واليات ديال اللي ما يمكنش نتعداوهم، ماشي غير قانونيا حتى في التطبيق. فملي كندير انايا الاليات القانونيه فخاصني دائما نواكبها بالاليات اللي غادي تقوم بالمراقبه. فالمشكل هو انه مشكل المراقبه، فالمراقبين ما عندنا شيء، واللي حتى ولو عندنا بعض المراقبين حنا كنعرفوا سميتو عليه هذاك باك صاحبي وهذاك المشاكل ديال الرشوه وديال الزبونيه والمحسوبيه هادو هما كاينين وخاصنا ندخلوا بعين الاعتبار. فبالتالي ملي كيولي عندي انايا واحد القطاع اللي هو غير مراقب فهو كيدير اللي بغى. ناخذ كيف ما قلتي على سبيل المثال المدارس المدارس الخصوصيه اللي هي دارت واحد الضجه كبيره في اخر السنه هذه الدراسيه اللي فاتت، واللي المستهلكين قاموا بعده وقفات، والجمعيات حمايه المستهلك كذلك نزدات ودخلت في هذا الامر هذا، ولكن اشنو هو لو ريزولطا حاليا؟ حتى حاجه ما دارت. دابا يمكن راه كنتسناو حتى ثاني نوصلوا نهار 6 ولا 7 شهر 6 ولا شهر 5 عاد نعاودوا ثاني نفس المشكل. في العود ما عندنا دابا الوقت فين اننا نقوموا بالقوانين ونسطروا المساطير ونقوموا بالاجراءات القانونيه باش يمكن لنا نسيروا في واحد الطريق الصحيح.